من ناحية أخرى، أعلن الجيش الباكستاني أنه قتل 15 مسلحا من طالبان في عمليات شمال غرب وادي سوات. أما في بيشاور فقد انفجرت قنبلة كانت مزروعة على أحد جانبي الطريق مستهدفة نقطة لتفتيش الشرطة بالقرب من أحد الجسور الرئيسية. وقالت مصادر في الشرطة إن الهجوم أسفر عن إصابة 3 من الشرطة وأحد المارة.